بكرة هيبقى يوم تاريخي. I can't wait man, I can't wait. أخيرا بكرة هاخد خطوة جديدة في مشواري الأسطوري في المزاريطة. عيب عليك يا جوني, أنا عمري وقعتك؟ أنت مالك بالموضوع؟ أنت كل ما أعمل حاجة عظيمة تحشر نفسك وخلاص؟ أنت حيالله إيه الفكرة؟ إيه يا جوني كام داون في إيه؟ يا جماعة أنتوا مش ملاحظين حاجة غريبة اليومين دول؟ لا مش اليومين دول, ده من زمان أوي أنت مش واخدة بالك. كل ما أعمل حاجة عظيمة وأسطورية يقول لي أنا فيها وأنا اللي عاملها. لا 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 مش هو ده قصدي. قصدك حبوب الشباب بدأت تطلع لك؟ إيه ده؟ أنت أخدت بالك؟ باينة أوي بصراحة. بصي أنت خفة شوكليت وعصبية. بجد؟ لا حاجة تانية. إيه انطقي. يعني الكبير لا ليه حس ولا خبر ولا بينط لنا كل شوية كده زي عوايده. وتلاقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه الحاجات دي يعني. ده حتى فزاع اختفى. فزاع حبيب القلب. فيزو بموت فيك يا فيزو, بليز ما تسيبنيش يا فيزو. جوني دي اختي فيزو. يعيني عليك يا ود ابوي, يعيني عليك. عمال يحرت في ميه ما داريش باللي هيحصله لما تنزل قناة الكبير. انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد ولا ايه؟ ناوي بس في الوقت الصح اللي هو ميت الوقت الصح ده. ما تشغليش بالك انت يا هدية, انا عاوزك تركزي زين في البروجرام السبوعي اللي هنحطه في القناة عندنا. اديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح. ها يوم الافتتاح ده لازما ولا بد يبقى على رأي المدعوك, ده يوم جامد جدي.